بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. النهاردة يوم غسل القلوب من الهموم والأحمال والأوجاع، وعشان كده ربنا أذن إنه يتسمى يوم التروية. فإذا كنت أنت بتريد إن أنت تعيش يوم التروية، فاروي قلبك بالرجاء في الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ليه قدم يوم التروية على يوم عرفة؟ وعلى فكرة حرقة النهاردة هي حلقة الاستعداد ليوم عرفة، سواء وتعرفوا أن يوم عرفة ده مش بس للحجيج، كمان لينا إحنا هنا. ربنا سبحانه وتعالى قدم يوم التروية على يوم عرفة زي ما قدم بالظبط أن الناس قبل أن يدخلوا الجنة يشربوا من كأس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يرويهم ويسقيهم من محبته ووده ليتحملوا ما في عرفات من تنزلات الأنوار وفواتح الأسرار، زي بالضبط ما بيسقيهم من الكوثر قبل دخولهم الجنة. وهكذا الحبيب الأجل سبحانه وتعالى يسقي العبادة قبل الاستفاء لكي يستطيعوا أن يتحملوا جماله سبحانه وتعالى. وكذلك نحن نشرب، أن الحقيقة يشربون في يوم التروية ليتحملوا ما سينزل عليهم من أنوار في يوم عرفة. وإحنا كمان في يوم التروية كذلك بنشرب من الرجاء لكي نتحمل الأنوار اللي هتنزل في يوم عرفة. فيوم التروية يوم الشراب والذواق لدخول جنة القرب من الودود الوهاب سبحانه وتعالى في يوم عرفة. وعشان كده السيدة عائشة بتقول، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ما أراد هؤلاء؟ يعني انظروا يا ملائكتي، ما أراد هؤلاء؟ ما أرادوا إلا أنهم يقبلون علي لكي يتعرفوا على أنوار محبتي وودي. يوم عرفة يا سيدي هو يوم عيد القلوب بشهادة المحبوب، وعشان كده اسمه يوم عرفة. القلوب بتعرف فيه حضرة مولانا سبحانه وتعالى، لأنها تشاهد جمال المولى سبحانه وتعالى وفضله، وذلك لكل من حج ومن حبسه العذر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم. قالوا: وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر. فإحنا معهم إن شاء الله. فيوم عرفة هو يوم عيد، لأن الله سبحانه وتعالى يعيد الإنسان إلى فطرته، ويعيد الإنسان إلى أن يكون متصلا بالله، هي دي الفطرة، ويعيد إلى معرفة الحياة عن طريق مولاه. فيوم عرفة لمن يحج ومن لم يحج هو يوم الميلاد، ولذلك اليوم الذي يليه هو يوم النحر، وكأنه يوم العقيقة، عقيقة المولود. اليوم يوم العيد اسمه يوم النحر، لأن الناس يولدون في عرفات. ولذلك علمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوم عرفة غفر له إيه؟ سنة سابقة وسنة لاحقة، عشان يبقى مولود كأنه مولود جديد. فصيام يوم عرفة تستطيع أن تأخذ فيه أنه يغير أنك تغير به حياتك. فمن صام يوم عرفة عاد كيوم ولدته أمه، فكأنك قد ولدت من جديد. فعن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي. خليكم مركزين في الدعاء ده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وكذلك أتى عن سيدنا علي بن أبي طالب قال: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح. يا الله على ده دعاء. فيوم عرفة يا سادة يوم يعرف فيه الإنسان فيه الحياة بالله، وهو اليوم الذي يعيد للإنسان تعرفه على ذاته فيعرفها من عند الله. يوم عرفة هو يوم التعرف، وعلى ذلك وعشان ذلك
الله سبحانه وتعالى يقول فمن أحسن في يوم عرف التعرف، عشان كده لما يتعرف الإنسان على الله وكأن الله سبحانه وتعالى يقول له من أحسن التعرف على الله في يوم عرفة فكأنما ولد من جديد. إحنا بقى عندنا منظومة كده تتعلق بيوم عرفة، خليكم معايا وريت تجيب ورقة وقلم وتعرفوها معايا، اسمها منظومة العرفان في يوم عرفة. وعشان كده كان في سنة موروثة عن أهل الله اسمها التعريف يوم عرفة. المنظومة بتقول إيه؟ بتقول إن في خمس حاجات: عرفة تعرف وتعريف واعتراف وعرفان ومعروف. أول حاجة إيه؟ تعرف. يعني إيه تعرف؟ حاجة بنعملها في يوم عرفة وهو التعرف، إن إحنا نفهم خطأنا لما كان الله سبحانه وتعالى الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، فلا بد أن نتعرف على الله فنفهم أننا سنعرف الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت عرفت الله أنه رحيم فالقضية لم تنتهي حتى ولو أذنبت، بل القضية بدأت. فمعرفتي ببعض أسماء الله وصفاته هي بعض بداية المعرفة بالله، ومعنى هذا أنني لابد أن أديم التعرف على الله. يبقى يوم عرفة يوم التعرف، وأبتدي به التعرف على الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة بتكون إيه؟ فأترك بقى كل وساوس النفس الأمارة بالسوء. تاني حاجة التعريف، لابد أن أنا أعمل إيه؟ أبتدي في تاني مرحلة وهو التعريف. أول حاجة خلاص أنا عرفت الله سبحانه وتعالى، تعرفت على الله. تاني حاجة إيه؟ التعريف. والتعريف معناه إيه؟ التعريف إن أنا أعيد تعريف أنفسنا بثلاث حاجات، أعيد تعريف نفسي بثلاث حاجات لله: أننا عبيد يفعل الله فينا ما نريد، فإيه نحن في حمام مولانا. تاني معنى وهو معنى إن أنا بعد أن أنا عبد خلاص وأنا مضمون الرزق، فأنا مضمون الرزق عند الله سبحانه وتعالى، والله سيدي أليس الله بكاف عبده. تاني معنى بقى في إن أنا أتعرف به، يبقى أولا أعرف نعرف أنفسنا بأننا عبيد. المعنى ثانيا بقى كيف نعرف أنفسنا؟ نعرف أنفسنا بأننا ماذا؟ بأننا إذا كنا عبيدا فإننا نعرف أننا فقراء إلى الله. تالت حاجة أعرف بها نفسي، إن أنا أعرف نفسي بأنني مريد، أطلب الله سبحانه وتعالى، عبد فقير يريد مولاه. طيب ده اسمه بقى، خلصنا احنا التعرف والتعريف، نيجي للاعتراف، أن نعترف بجميل الله سبحانه وتعالى وأننا مقصرون في الاعتراف بهذا الجميل. يجي بعد كده إيه؟ العرفان. فبعد ما بعترف بتقصيري، العرفان لله سبحانه وتعالى. فبعد ما سرى نور الاعتراف فيا، نحافظ بقى على هذا النور بأننا أرى أن حياتي كلها ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. فتعرف حياتك أنها من عند الله، فتقبل عليه وأنت على يقين أن مدده حاصل لك لا ينتهي. فإيه اللي يحصل؟ فيحصل لك عرفان بجميل الله سبحانه وتعالى، فنوصل بقى فيحصل لك السكينة، ويحصل لك أن تسير في طريق الله. فيجي بقى المعروف، فتصنع المعروف وأنت متيقن أن الله يراك، يرى خدمتك للناس ويرى ذكرك ويرى صلاتك. وإيه اللي حاصل؟ فتدخل في حال الدائرة الكبرى من النور، وشاهد ومشهود. فيا عبد الله افتح نظرك، أنت لست محجوبا عن الله، الله لا يحجبه شيء، الله أقرب إليك من أن تطلبه، فهو سبحانه وتعالى سيذيقك حلاوة قربه إذا مررت بهذه الخمسة. طب نعمل إيه في يوم عرفة؟ إحنا بقى عندنا برنامج ليوم عرفة عشان نوصل لإيه؟ نوصل لتحقيق هذه المعاني الخمسة. برنامج يوم عرفة ده بنبتدي من أول ساعة في يوم عرفة، من أول فجر يوم عرفة. فنعمل إيه بقى؟ نبتدي في يوم عرفة كده، وهيظهر لكم على الشاشة البرنامج اللي هو برنامج يوم عرفة، 10 حاجات من الفجر إلى الشروق. نعمل 3 حاجات: أذكار الصباح والصلاة على حضرة النبي وقراءة أحب السور إليك. يبقى ده من إيه؟ وبعد كده نبتدي إيه؟ من الساعة بعد كده لغاية الساعة 10 تنام بنية إن يعتدل جسدك، هتلاقوا الكلام ده موجود على الصفحة. يبقى تاني حاجة، يبقى أول حاجة إيه؟ هنعمل أذكار الصباح والصلاة على حضرة النبي وقراءة أول أحب سورة إليك. ليه أحب سورة إليك؟ عشان تفتح اليوم بالحب. تاني حاجة
تنام بنية أن يعتدل جسدك لتقوى على العبادة في يوم عرفة. بعد كده من الساعة 10 للساعة 11 قراءة التنور. نعمل إيه؟ نقرأ شرح ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى. وأنا برجح لكم أن أنتوا تقرأوا إيه الأسماء الثلاثة دي؟ اللطيف والواسع والكريم. تقرأ شرح اللطيف والواسع الكريم. ليه؟ لأن هذا يوم اللطف ويوم الكرم ويوم الوسع. رابع حاجة من الساعة 11 للساعة 12 ورد التفكر في أمرين. تقعد كده ساعة تتفكر في أمرين. الأمر الأولاني هو إيه؟ حسن تدبير الله لك. الأمر الثاني دوام مدده، إزاي ربنا بيدبر حالك وإزاي هو مدده لا انقطع عنك. من الساعة 12 للساعة 1 لغاية ما يجي صلاة الظهر ورد الخدمة. تبحث عمن تخدمه وتعينه، وأولى الناس بالخدمة هم أهل بيتك. وصلنا صلاة الظهر، صلينا الظهر. بعد صلاة الظهر من الساعة 1:30 للساعة 3 ورد جبر الخاطر بقى. ابحث عن 9 أشخاص تجبر خاطرهم في 90 دقيقة دي، ولو باتصالات تليفون. تتصل بالناس بالتليفون كده عشان تجبر خاطرهم، أو تعمل حاجة، أو تبعت رسائل لناس تجبر بخاطرهم، ناس أنت كنت قصرت في حقهم، أو ناس محتاجين لجبر الخاطر، وإحنا مليانين بجيوش المكتئبين في حياتنا. نعمل ده. سابع حاجة بقى من الساعة 3 للساعة 4 إلا ربع كده، نقرأ جزء من القرآن الكريم. وبعد كده نعمل إيه؟ ننام القيلولة بعد الإيه؟ إلى العصر، إلى صلاة العصر، ونصلي العصر. ونبتدي رقم 8 من الساعة 5 للساعة 6، نقر أذكار المساء بقى، ونهلل ونكبر. ما هو التهليل والتكبير ده مش بس الأهل عرفة، والأهل غير عرفة كمان. ومن الساعة 6 رقم 9 بقى، من الساعة 6 للساعة 7 لربع الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت لو مالكش صيغة صلاة تصلي بيها، فمن أفضل الصلوات الصلاة التفريجية عشان تفرج همومك، اللي هي إيه؟ اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. ومن الساعة 6 من الساعة 7 إلى ربع إلى صلاة المغرب بقى تبتدي المعاهدات مع الله والتذللات. وجزء من هذا الدعاء يكون للغير بظهر الغيب. وأنا بحب إن احنا ندعي في يوم عرفة بالدعاء ده. نقول إيه؟ يا ربي يا دائم الفضل على فقيرك ومسكينك، هذا يوم عرفة وعبدك يرجو منك أن تعرفه عليك معرفة ترفع بها حجبه، فتكتب قلبه بحروف جمالك أنك قبلته في ديوان أهل رضاك ورضوانك وعطفك وحنانك، فجبرت خاطره بوعدك له بأنك ستسكنه في حضرة قربك، فلا تطرده ولا تبعده، بل تسعده بدوام نظرك ومددك لفؤاده الزائب اعترافا بجميل جودك وكرمك وودك. اللهم اجعل عرفات يوم ميلاد قلبي في حضرة رضاك. فنقول تعالوا نراجع مع بعض البرنامج من أوله تاني، عشان البرنامج ده محتاج الواحد يتأمل فيه. أول حاجة هنبتدي من صلاة الفجر. نبتدي من صلاة الفجر إيه بقى؟ 3 حاجات. أول حاجة أذكار الصباح أذكار الصباح. تاني حاجة الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكرك لو أنت ما عندكش صلاة على حضرة النبي، عليك بالصلاة التزية اللي احنا لسه قايلين، اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. وتقرأ السورة اللي انت بتحبها،
طب ليه بنقول اقرا السورة اللي انت بتحبها؟ جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة قالوا له ده واحد كل ما يجي يصلي بينا يصلي بسورة الإخلاص اللي يقول هو الله أحد. فإيه اللي حصل؟ فقال لي سألوه هو بيصلي بيها ليه؟ فقال صفة ربي فأحب أن أصلي بها. فقال لهم رسول الله قولوا له بأن الله يحبه. يبقى السورة هتفتح لك أن أنت تدخل يوم عرفة من باب المحبة، فصلي فاقرأ أحب سورة إلى قلبك. طب لو كانت سورة من قصار السور افضل كررها لغاية الإيه؟ لغاية الشروق. بعد الشروق صلي ركعتين ونام بنية اعتدال الجسد، انك تنام وتنام وانت نيتك ان يعتدل جسدك عشان تكمل العبادة في يوم عرفة. ودوت ايه اللي يحصل؟ يخلي العادة دي، النوم ده عبادة، فتنام في عبادة. من الساعة 10 بقى هنبتدي المرحلة الثانية، تبتدي تعمل قراءة الايه؟ قراءة التنور. عايز تتنور فتتنور بإيه؟ بأسماء الله الحسنى. فاختار ثلاث أسماء من أسماء الله الحسنى وإيه؟ وابتدي اقرأ في شرحها. اقرأ في اسم الله اللطيف والواسع والكريم. طب ليه اللطيف؟ عشان ده يوم لطف، الله بيتلطف بعباده فيغفر لهم. ويوم إيه تاني؟ ويوم كمان كرم، الله سبحانه وتعالى بيكرم عباده، بس ده كرم الواسع سبحانه وتعالى. رابع حاجة، من الساعة 11 بقى للساعة 12 انت لاحظ ان احنا بنعمل ايه؟ بتتعرف على الله من اسماء الله الحسنى، وبتعرف نفسك بانك انت كمان بتروح تقرأ احب سورة اليك. انت قاعد تتعرف الى الله، بتعمل الخماسية، التعرف والتعريف والاعتراف والعرفان والمعروف، بتعمل الخمس حاجات دي. يعني احنا البرنامج الخمس حاجات دي بنعملها في البرنامج بتاعنا. ومن الساعة 11 للساعة 12 ورد التفكر. تتفكر في ايه بقى؟ تقعد كده ساعة تتفكر في ازاي ربنا دبر حياتك، وازاي ربنا سبحانه وتعالى، حاجة تانية ازاي ربنا بيديم مدده عليك. من الساعة 12 لغاية صلاة الظهر بقى ده ورد الخدمة، تدور على تساعدهم في تنظيف البيت، تشتري لهم حاجة، ترتب، تعمل حاجة. لو انت في مكان تساعد حد. يفضل لو وصلنا كده لصلاة الظهر، صلاة الظهر الساعة واحد، فايه اللي حاصل؟ تصلي الظهر بسنته، وبعد كده من الساعة 1:30 للساعة 3 ده ورد بقى جبر الخاطر. ابعت بقى رسائل للناس تجبر بخاطرهم، أو إنك أنت تكلم حد تجبر بخاطره، ما كنت مخصمه، تحاول بقدر الإمكان تساعد حد، وكده يبقى دوت ورد جبر الخاطر. وصلنا الساعة 3، من الساعة 3 للساعة 4:15 تقرأ جزء من القرآن، تقرأ جزء من القرآن عشان يبقى انت ما خليتش يومك ويوم عرفة مما يحب الله. الله يحب ان يسمع صوت عباده وهم يتلون كتابه. ومن الساعة 4:15 تنام الى صلاة العصر عشان ترتاح ويعتدل جسدك. ومن الساعة وتقوم بقى تصلي العصر. ومن الساعة 5 بقى للساعة 6 نبتدي بقى نقول اذكار الصباح، نقول اذكار المساء، ونهلل ونكبر لغاية الساعة 6. يبقى من الساعة 5 للساعة 6 نقول أذكار المساء ونهلل ونكبر، لأن الله يحب التهليل والتكبير في يوم عرفة. من الساعة 6 بقى ل7:15 يعني قبل المغرب كده بساعة وربع نصلي على حضرة النبي. في الساعة 1:15 دي نصلي على حضرة النبي. وقلنا اللي ما عندوش الصلاة صيغة للصلاة، من أحب الصيغ الصلاة التفريجية. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. من الساعة 6 من الساعة 7:15 بقى إلى صلاة المغرب تبتدي بقى تعاهد الله سبحانه وتعالى وتتذلل إليه وتدعوه. ولازم يبقى جزء من الدعاء بتاعك دعاء بظاهر الغيب عشان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب، والملائكة اللي حضرة ومالية يوم عرفة ده تدعو لك وتقول لك بمثل. وأنا بحب الدعاء اللي أنا هقوله لحضراتكم ده، إنك تقول لمولاك يا ربي يا دائم الفضل على فقيرك ومسكينك، هذا يوم عرفة وعبدك يرجو منك أن تعرفه عليك معرفة ترفع بها حجبه فتكتب
على قلبه بحروف من جمالك أنك قبلته في ديوان أهل رضاك ورضوانك وعطفك وحنانك، فجبرت خاطره بوعدك له بأنك ستسكنه في حضرة قربك، فلا تطرده ولا تبعده، بل تسعده بدوام نظرك، بل تسعده بدوام نظرك ومددك لفؤاده الزائد، اعترافا بجميل جودك وكرمك وودك. اللهم اجعل عرفات يوم ميلاد قلبي في حضرة رضاك. اللهم اجعل عرفات يوم ميلاد قلبي في حضرة رضاك. اللهم اجعل عرفات يوم ميلاد قلبي في حضرة رضاك. فاصل ونرجع نواصل معاكم احتفلنا وعشنا واستعددنا ليوم عرفات، فانتظرونا بعد الفاصل، فمعنا فرح بيوم عرفات ويوم التراويح. أرقاكم بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم، وأنا ما أخبيش عليكم، أنا قلبي بشدة هناك في الحقيق مع الحقيق، ولأن في الحقيقة أنا في الحقيقة شايف أن مسألة الحج ومسألة هذا الموسم هو فتح وبركة ونور وفرح. ناس كتيرة بيعيشوا لما يكون ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا بعبادة، يعيشوا أن أنت لازم تكون العبادة دي بمقدار كل ما كان فيها كآبة. احنا بنعيش مع الله سبحانه وتعالى ان هو مانن علينا. او صحيح انا ما سافرتش مع الحقيق، بس انا ربنا مانن علي، مانن علي وانا هنا، مانن علي بايام عرفة، مانن علي بالايام العشر، مانن علي بطلب العلم، مانن علي بان انا اتكلم مع الناس، مانن علي ان انا افرح معاكم كمان بيوم التروية ويوم عرفة. وعشان كده أنا ما شفتش إن في عبادة تيجي إلا بفرح، فلازم نسعد ولازم نذكر الله سبحانه وتعالى. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جات الجاريتين بيقولوا ما قالوا، حضرة النبي كان شايف إن ده فرح، والفرح بالعبادة عبادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي إيه ممكن نفرح بيه أكتر من مدد الله بيوم التروية ويوم عرفة؟ وعشان كده اسمحوا لي هيكون معايا ضيفين عزيزين على قلبي، والاتنين من أولادي ومن أحبابي ومن أعز الناس علي، ابني وحبيبي المنشد العزيز الغالي المنشد والقارئ فضيلة الشيخ محمود خليفة. ازيك يا أم؟ والله فرحان. فرح سيد، كل عام وانتم بخير. والنهاردة إن شاء الله نفرح بيوم التروية ونفرح كمان بيوم عرفة إن شاء الله، وإحنا بنستعد له. ومعايا العازف الجليل حبيبي أستاذ هاني بدير. إزيك يا أستاذ هاني؟ الحمد لله. أنت طبعا أنا عارف إن من أكتر الحاجات اللي بتستمتع بيها وإحنا بننشد مع بعض. وإحنا مع بعض. أيوه. تعالوا نبتدي مع فضيلة الشيخ محمود ونشوف هو هيسمعنا إيه، هو في حاجة كده بتذكرنا بأجواء يوم عرفة أو يوم التروية، وكمان كانوا الناس بينشدوها في الأجواء اللي زي دي. يلا يا شيخ محمود. احملوني إلى الحبيب ودعوني في رحابه أستريح، أنا من شفه الغرام المعنى كواه الهيام والتبريح. يا قائد الجو أنزلني إذا لمعت لعينيك القبة الخضراء والحجر. هناك
هناك ألمس شباك الحبيب المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يتفر بيت قلبي حرم الحب لهم ها هو البيت وهذا الحرم بيت قلبي حرم الحب لهم ها هو البيت وهذا الحرم قسمة ترسم أني عبدهم ومن الآثر تجري القسم ومن الآثر تجري القسم وابتسامي أن أرى طلعتهم وعبوسي إنهم ما ابتسموا وابتسامي أن أرى طلعتهم وعبوسي إنهم ما ابتسموا قربوا أو بعدوا أو بعدوا أنا في مجمعها عبدهم أنا في مجمعها عبدهم قربوا أو بعدوا أو بعدوا أنا في مجمعها عبدهم ثبت الله عليهم أنتي وحنيني من جلى بدرهم وحنيني من جلى بدرهم هذه طيبة تزهو بالأمين أشرف الرسل إمام المرسلين هذه طيبة تزهو بالأمين أشرف الرسل إمام المرسلين يا أخا الأشواق كيف الملتقى برح الشوق قلوب العاشقين برح الشوق قلوب العاشقين هل لنا في عودة صادقة ورجاء إنه الحصن الحصين هل لنا في عودة صادقة ورجاء إنه الحصن الحصين أنتم في نعمة سابغة فلتعيشوا في رياض الصالحين فلتعيشوا في رياض الصالحين الله الله يرضى عنك يا مولاي الله يسعدك الشيخ محمود يعني عنده حاجة غريبة جدا هو مش بيمدح هو بيعيش وكمان السيد هاني كذلك يعني انت في مسألة عزفك انت بتروح معهم كمان يا سيد هاني صحيح والله انت يعني بتحس بيه لما بتعزف مع الشيخ محمود انا مش بحس بالعزف الحقيقة انا ببقى سامعه اكتر يعني انت بتبقى معايا ايوه ما بتبقاش صحيح 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 الشيخ محمود يعني خدنا في هذا النشيد اللي هو في الحقيقة ده كان عبارة عن تغريد أهل الحقيق وأهل هذه طيبة تزهو بالأمين أشرف الرسل إمام المرسلين يا أخ الأشواق كيف الملتقى برح الشوق قلوب العاشق والله برح الشوق قلوب العاشق إحنا يا سادة إحنا جايين قصدين إن إحنا نشوقكم
والله قصدين ان احنا نشوقكم، قصدين ان احنا نشوقكم عشان الانسان لو عنده اربع حاجات، لو انه تشوق فتعلق فتحقق فتخلق، فهو مع اهل الطواف واهل السعي واهل الوقوف بعرفه. انت لو انك انت حصل لك تشوق الى هذه الاماكن وقلبك هيطير عشان تروح هناك، فهيحصل لك اللي قال عليه حضره النبي، ما سرتم مسيرة أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا وهم في المدينة يا رسول الله، وهم في مصر؟ قال وهم في المدينة حبسهم العسر. فينا كتير من الناس مش قادرين يدفعوا تكلفة الحج، مش قادرين يكون عندهم قدرة على السفر، لكن احنا قلوبنا مشتاق تشوق، فتعلق يتعلق بقى قلبه، فيحس ان قلبه أمنية حياته ده، فيتحقق ان هو خلاص ربنا كتبه معاه، فيحصل له اخلاق بقى كانه ولد من جديد. يا رب اكتبنا معاهم يا رب، واجعلنا في سعد وفي هنا وفي فرح وفي سرور. ما ينفعش يوم عرفه، ما ينفعش يوم الترويه يمر واحنا بنستعد ليوم عرفه غير واحنا بنمدح وبنذكر، عشان ده يكون تعبير عن حبنا وتعبير عن فرحنا بفضل ربنا علينا، ان هو جعلنا من اهل يوم الترويه، وان شاء الله يجعلنا من اهل يوم عرفه. نسمع ايه تاني يا شيخ محمود؟ والله يا سيدي احنا لو في وقت ممكن نقول حاجتين، بس لو مفيش وقت نقول حاجتين. حاضر يا سيدي. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. صلاة تكون أم
لأن الحبيب علينا راضي. الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله الحبيب عنا يرضى سبحانه وتعالى ويعيد علينا الأعياد، أعياد وأعياد، وما يمنعنا ولا يحرمنا أبدا سبحانه وتعالى. إحنا فضلنا شوية وقت، هنسمع حاجة سريعة صغيرة كده. يبقى حاجة ليك وسيلة. حاجة لي أنا؟ طبعا. يعني حاجة في حدود دقيقتين كده. آخر حاجة كتبتوها يا سيدي. برضه بتاعتي أنا؟ طبعا. طيب يا سيدي، اتفضل. الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله سيدي يا فرحي وأمنياتي أنت رحمة ونور لقلبي وجمال بيزيد يوماتي صلى الله عليه وسلم. الله 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 ما لنا حبيب طه البشير ولما تلمع قبته للجمال أصبح أسير الله 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 الله, الله, الله حبيبي ويا هنايا يا طبيبي ويا دوايا نفسي أعيش في صحبتك وهي دي أصل الحكاية الله 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 يفتح عليك يا مولانا. انت بتجمل الحاجات اللي بكتبها بجمال صوتك والله يا مولانا. الله يحسن ليك. وانت يا مولانا حاجه عس كده من يذكرنا كده لما كانوا بيمدح سيدنا حسان وازاي كان حضره النبي بيحتفل بهذا الايام المباركات. يا ساده احنا بفضل ونعمه وجمال ونور وفضل وكرم من عند الله سبحانه وتعالى. فيا رب نسالك وانت الكريم وانت الودود وانت اللطيف وأنت الذي بيدك الجود والكرم يا رب العالمين نقول لك في يوم التروية أمسينا وأمسى الفضل والكرم والحمد والملك كله لك. أمسنا في يوم التروية نسألك أن تغسل نفوسنا بأنوار عفوك وفضلك وأن تروي قلوبنا من أنهار أنسك وقربك. أيها الساقي املأ كؤوسنا
بشهد الوصال، واسقنا حتى نذوب عندما نرى وجه الجمال. يا جميل يا كريم يا رب العالمين، اقبلنا فبحق ما جعلتنا نفرح في هذه الساعات بأنك قد جعلتنا من أهل يوم التروية. اجعلنا يا ربنا من أهل المغفرة في يوم عرفات، وارزقنا يا ربنا عظيم الهبات والرحمات يا صاحب الجود والكرم والود والفضل. اجعلنا يا ربنا ممن فرحوا وسعدوا بعرفات يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. أكرمنا بجودك وأدخلنا في رضاك يا أرحم الراحمين.